of Egyptians came down to the streets in nationwide protest. This uprising defies any definitions. People are gathering in the largest demonstrations against President Hosni Mubarak. قرار السيد الرئيس محمد حسني مبارك بالتخلي عن منصب رئيس الجمهورية. تتذكر قلت ايه بالظبط؟ خليني احكي لك القصة ابتدت ازاي. ابتدت لما شوية شباب جدعان عشان يحاربوا الظلم والفساد والفقر. ميدان التحرير! انا قابلت مجدي عاشور في الميدان. مجدي عاشور هو احد اعضاء الاخوان المسلمين. كنت في يوم من الايام اتوقع ان نقف في ميدان التحرير متضامنين كلنا مع بعض؟ كان بالنسبة لي تبقى صعبة. لو اخر نقطة دم طلعت مننا قوات مسلحة مش هيطلع طلقة فيكم. والرجاء اللي معاه حاجة يلمها خمس دقايق ولا حاجة تكون على الله. خان الثور! الجيش خان الثور! يا قول لي احنا هنعمل ايه دلوقتي يا عم مجدي؟ انا مش هفرح لما انت تاخد رصاصه في دماغك وتموت يعني. لان هي طبعا حكايتنا محدش بيحكيها غيرنا احنا. ايوه ليه ده في حرب في الميدان؟ دي مش ثوره. لا زي صفقة مع الجيش. هو السيد محمد مرسي رئيس الرعيات. عارف يا مجدي انا بحبك لكن بكره جماعة الاخوان المسلمين. حق الاخوان يقفوا مع المجلس العسكري، المجلس العسكري اللي قتل شعبه. خدوا الميدان واعملوا اللي انتوا عايزينه والثورة جاية.